السلام عليكم، انا دكتوره منى حلمي. I am your course director this semester. الحقيقه انا كان نفسي المحاضرات تبقى انتراكتيف علشان اشوفكم واتعرف عليكم كلكم، لكن مش مشكله ملحوقه ان شاء الله. انا ببقى في الكليه ايام الاربعاء والخميس من 9 ل 3، خصوصا ان هي اول مره ليا في الكليه معاكم، فالحقيقه فعلا انا نفسي اتعرف على الكانديديتس. اي حد عايز يتواصل معايا في مسجز على السايت، او لو ليكوا مندوبين عن الدفعه ممكن ياخدوا الكونتاكت الثانيه كلها، مفيش مشاكل، وان شاء الله يبقى سمستر سعيد وناجح باذن الله. اول حاجه كنت حابه اتكلم معاكوا فيها هي البراكتيكال ريكويرمنتس. البراكتيكال ريكويرمنتس اللي عليكوا هي سنجل بريدج. سنجل بريدج ده مش شغل كتير، يعني ان شاء الله في خلال سنتين لما تبقوا في عيادتكوا هتعملوا بتاع ونص. المهم واللي يخليكوا تخلصوا بسرعه التركيز. هتلاحظوا ان انا بعت لكم PDF في الحاجات المطلوبه، الادوات التولز كلها، علشان كل خطوه تبقى جاهز بادواتها. مفيش بقى اصلا انا نسيت ده في اللوكر هروح اجيبه، اصلا انا ما عنديش فهروح اتصل في المحطه. الكلام ده ما ينفعش، هو ده اللي بيضيعكم ويضيع وقتكم. وانس انك معاك حاله دايجنوزد هتخلصها بسرعه. اكشلي يعني هو ريدكشن بتاع التولز بياخد قد ايه؟ نص ساعه، ساعه الا ربع ماكسيمم 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 والا هتبوظ. يعني الشغل مش كتير على الوقت ولا حاجه، بس الموضوع محتاج تركيز. عايزه اقول لكم ان احنا معاكم وواثقين فيكم، ومفيش حاجه اسمها دفعه كورونا ودول هيبقوا اقل من الدفعات الثانيه، لا ان شاء الله انتوا هتبقوا زي الدفعات الثانيه واحسن، وان شاء الله هيبقى الشغل بتاعكم كويس جدا. انتوا مسموعين، واي حد عايز اي حاجه يقدر يتواصل معايا واحنا تحت امرك. التوبكس اللي عندنا في الكورس هما 6 توبكس. الحقيقه توبكس تقيله، وانا لاحظت ان دايما الليفل بتاعكم دايما في كل الجامعات هو التوبك ده، الليفل ده بيبقى التوبكس بتاعته كتير شويه، غالبا عشان هو بدايه الكلينيكال، ففي بوش كده من المعلومات لازم توصل لكم. بس الحمد لله الوقت بتاع المحاضرات كويس ويسمح ان احنا ان شاء الله نوصل المعلومات دي كويس. اول توبيك هتاخدوه هو الدايجنوزز، والدايجنوزز از ا فيري امبورتنت اند ديتيرمينينج فاكتور. الدايجنوزز هتاخدوه في كل الكورسات تقريبا لان هو بدايه الكلينيكال. بس قبل ما ادخل في تفاصيل الدايجنوزز از ريليتد للفيكسد بروستودونتكس، انا مش هتكلم عن، يعني انا هتكلم على الجزء بتاعي. احنا صحيح بنعمل دايجنوزز جنرال، بس انا هتكلم على الجزء اللي ريليتد للفيكسد، وانتوا هتاخدوا دايجنوزز في كل الكورسز يعرفكوا ايه اللي تبصوا عليه وليه. قبل بس ما ابتدي اشرح الدايجنوزز ريليتد للفيكسد، هراجع معاكم بعض الاكسبريشنز اللي اخدناها في الكورسز السابقه، سواء كانت ميديكال او دنتال، لان الاكسبريشنز دي هتمشي معانا طول الكورس، هتبقى معانا طول الكورس. يعني هقول لكم ده اتريشن، ده افراكشن، دي ساينز، دي سيمتومز، فاحنا محتاجين نراجع الاكسبريشنز دي عشان نبقى فاهمين احنا بنقول ايه. من الاكسبريشنز اللي خدناها قبل كده هي كلمه ساينز اند سيمتومز، وبتتكرر كتير ساينز اند سيمتومز. ايه هي بقى الساينز والسيمتومز؟ الساينز دي الحاجات اللي بيلاحظها الدكتور، الفايندنجز ديسكفرد باي ذا دكتور. السيمتومز دي الفايندنجز اللي بتبقى ريفيلد باي ذا بيشنت. البيشنت بيجي يشتكي من السيمتومز دي. يعني لو جالك بيشنت وبيقول والله انا عندي صداع عند التمبرال اريا بين شديد، انت بقى بعد ما عملت هيستوري، اخدت الهيستوري وبعدين ابتديت تقول له افتح بقك وبصيت على السنان لقيت وير ولقيت كراك، لقيت ريستوريشنز متكسره، دي بقى ساينز انت اللي شفتها. الساينز دي عرفتني ان والله البيشنت ده ممكن يكون عنده بارا فانكشنال هابتس هي اللي عملت له الماسل بين اللي مسبب له الصداع ده. فالسيمتومز تبقى ريفيلد باي ذا بيشنت، الساينز الحاجات اللي انا بشوفها كدنت. من الاكسبريشنز برضو اللي هنتعرض لها كتير هي النون كيريس لوس اوف تو ستراكشر، زي الاتريشن والابريجن والايروجن. الاتريشن هو ميكانيكال لوس تو ستراكشر، ميكانيكال لوس نتيجه للتوث تو توث كونتاكت. ولما اقول كده معظم الناس هيقول يبقى الاتريشن بس على الاوكلوزال سيرفيس عشان هو توث تو توث كونتاكت. ممكن يحصل اتريشن في مكان تاني، لو فاكرين اخدتوه قبل كده في الدنتيشن، ايوه هو في البروكسيمال نتيجه للماينور موفمنت، في موفمنت باكولينجولي اتس ماينور موفمنت بين السنين، فبيبتدي الكونتاكت اريا يحصل فيها
وير وتبتدي تبقى وايدر ويبتدي الارش لينث بتاعنا يقل مع الايج. فالابريشن ميكانيكال لوس بس سببه التوس توس كونتاكت. امال الابريجن هو ايه؟ هو برضو ميكانيكال لوس تو ستراكشر بس مش سببه التوس توس كونتاكت، سببه ممكن يكون اي ميكانيكال فاكتور اخر. من اشهر الابريجنز المعروفه اللي هي التوس براش ابريجن، وده بيحصل سيرفايكالي غالبا عند البريمولر اريا، نتيجه اولموست لرونج تكنيك اوف براشنج، الهوريزونتال تكنيك اوف براشنج، غير بقى استخدام كمان ابريزيف تو سبيست وحاجات من دي. يعني الهوريزونتال براشنج بيعمل وير 7 مرات قد الفيرتيكال، فممكن يتسبب بالتوث براش ابريجن تحصل في السيرفايكال اريا. بس هو الابريجن مش عايزاكم تربطوه بس بالتوث براش ابريجن، ممكن يبقى نتيجه لهابت، مثلا حد بيعض على قلم بيستعمل بايب بتحط بين 7 سنانها. سو الابريجن هو ميكانيكال لوس برضو بس مش شرط الاقيه بقى على الاوكلوزال سيرفيس لانه مش سببه التوث سيستم. امال ايه هو الايروجن؟ الايروجن ده acidic distribution of tooth structure، يعني التوث structure حصل في اللوس بس نتيجه الاسيدك distribution. طب هل الاسيد ده نتيجه البكتيريا، جاي من البكتيريا؟ يعني لا، لو الاسيد نتيجه البكتيريا يبقى ده احنا ابتدينا السكت كيرز. انا بتكلمكم عن النون كيريس لوس. الايروجن ممكن يبقى سببه اسيد، يا اما انترنسك او اكسترنسك. انترنسك زي الناس اللي عندهم اسيدك ريفلكس، بيبقى الاسيد جاي من الاستومك للاورال كافيتي، فالبي اتش بتقل ويبتدي يحصل اسيدك ديستريبيوشن للتو ستراكشر غالبا عند البالاتال سايد. ممكن اتعرض لاكسترنسك اسيد نتيجه اولا الناس اللي بتشرب سوفت درينكس كتير، انتوا عارفين السوفت درينك ده بيبقى فيه فوسفوريك وسيتريك اسيد، او اوكيوبيشنال ما بيشربش سوفت درينكس بس هو وظيفته كده، بيشتغل في مصنع البطاريات، في مصنع البطاريات فيه سلفوريك اسيد عالي، تركيز عالي، فبيبقى الهواء فيه فيومز من السلفوريك اسيد. الفيومز دي ممكن تاثر على التوث ستراكشر وتعمل له اسيدك ديستريبيوشن، وغالبا ده هنلاقيه في الليبيال. فاللي تعرض له اوكيوبيشنال غالبا هنلاقي المنظر ده في الليبيال سيرفيس. ومن الناس اللي بيحصل لها اسيدك ديستريبيوشن برضو السويمرز، انتوا عارفين ان الكلور بيستخدم في تعقيم السويمنج بول. صوديوم هايبوكلورايت اساسا هو المفروض نستعمله، بس عشان الكلور الكلورين جاز يعني بيبقى مور ايكونوميك فبيستخدموه از ا باي برودكت. بعد ما الكلورين بيتفاعل مع الميه بيبقى فيه اتش سي ال، الاتش سي ال بيقلل البي اتش وبالتالي الميه بتبقى اسيدك. وممكن الشخص بالذات اللي بيقعدوا اكتر من 6 ساعات في الاسبوع، يعني حدايه اكتر في الترينرز او الناس اللي عندهم بطولات، مش الناس اللي بتسبح كده يعني فور فان، فدول بيتعرضوا ان يحصل لهم اسيدك ديستريبيوشن او ايروجن للتوستراكشر. زي ما قلت لكم الايروجن مكانه هيختلف حسب السبب. مش دول بس النون كيريس لوس تو ستراكشر، في سبب تاني ممكن يعمل لوس اوف تو ستراكشر ومش كيريس، اللي هو الابفراكشن. اللي هو الابفراكشن يعني ايه ابفراكشن؟ ابفراكشن دي يعني انجلر نوتشز كده بتبقى عند الجام لاين، انجلر نوتشز لوس تو ستراكشر عند الجام لاين. ايه سببه؟ سببه الاوفرلود. الاوفرلود ده بيعمل فليكشن للتوث، السنه بتبقى معرضه للريبيتد سايكل اوف لود، يبتدي يحصل لها فليكشن، والانامل رود الرفيعه اللي عند السيرفايكال مارجن تبتدي تتكسر. طيب هو اساسا احنا اللودنج عندنا المفروض لو الاوكلوجن مظبوط بيبقى بارلل تو ذا لونج اكسس، فما تحصلش المشكله دي. السنان ربنا خلقها بتبقى لودد باكسيالي بارلل تو ذا لونج اكسس. المشكله دي بتحصل لو انا عندي انترفيرنس، لو انا عندي ريستوريشن اتحط غلط، لو البيشنت عنده بارافانكشنال هابت. هو ده اللي يعرض السنه لهوريزونتال لود، لان اللود لو مش بارلل تو ذا لونج اكسس بيبتدي يتحلل لفيرتيكال هوريزونتال كومبوننت. الهوريزونتال كومبوننت بيعمل بيندنج للسنه زي الصوره اللي على اليمين، تبتدي السنه تتني. فلما تتني السنه كده الانامل رود بالذات عند السيرفايكال مارجن عند السيرفايكال اريا تتكسر وتبقى لود. فده لوس اوف تو ستراكشر كوزد باي اوفرلودنج. اهو شكل الانامل رود اهي عند السيرفايكال مارجن لما السنه بتتعرض لبندنج
البندنج نتيجه الاوفر لود اوكلوزالي، وتحديدا هوريزونتال لودنج مش للفيرتيكال لودنج. الاكسيال لود ما يعملش. الصوره دي كلينيكال فوتو للابتراكشن، شايفين السيرفايكال لوس تو ستراكشر قد ايه سيفير. هنا بقى ايه الحاجات اللي حواليها السيركلز البلاك دي، دي اتريشن ولا ابريجن ولا ايروجن ولا ايه دي؟ البولشد فلات ارياز اللي على البايتنج سيرفيس، وهي بولشد كده تلاقيها بتلمع فلات، دي بنسميها وير فاسات. وير فاسات ايه سببها؟ التوس تو توس كونتاكت. اكيد بنلاحظ ان اللوس في الانامل والدنتين، ولو في ريستوريشن هيبقى كله على نفس الليفل، كله بيبقى على نفس الليفل، يبقى الوير ده بيحصل على نفس الليفل، وهنلاقيه متطابق ماتشنج الابر مع اللور، فده ميكانيكال لوس وسببه التوس تو توس كونتاكت. علشان كده هو في ماتشنج وير فاسات، نلاقي الفلات سيرفيس دي ماتشنج الابر كانه كيو، واللوك بتاعه ابر ولور بالظبط ماتشنج. هنا الوير اثر على السنين وعلى الريستوريشن بنفس الكيفيه، كله بيحصل له وير لانه ميكانيكال لوس نتيجه للتوس تو توس. اوكي، فهو بيأثر على الانامل والدنتين وكلهم بيبقوا فلات وبنفس اللفل. طيب الكيس دي فيها loss to structure، بس انا شايفة ان الدنتين في loss اكتر من الانامل، والrestoration ما حصلش فيه loss اصلا، كأنه ثابت زي ما هو، مفيش wear facets زي ما شفنا قبل كده flat surface وماتشنج مع الأبر، يعني دي مش attrition. مال ايه سبب loss to structure؟ لما الاقي ان الريستوريشن باين كانه elevated كده والتو ستراكشر حواليه هو اللي حصل فيه لو، يبقى اتوقع ان في حاجه اثرت على التو ستراكشر ما اثرتش على الريستوريشن. ايه اللي ممكن يعمل كده؟ الاسيد. المنظر اللي انتم شايفينه ده اسمه كابينج اوف دنتين. الدنتين less resistant للاسيد ديسوليوشن عن الانامل، يعني الانامل فيها كالسيوم اكتر فالديسوليوشن بيحصل ابطا، وبالتالي الدنتين بيحصل فيها لو اكتر. حتى لو انا في انتيريور سورس بتبان كده كان في جروب في الانفايزال ايدج، الدنتين نزلت اكتر من الانامل. الريستوريشن از نوت افكتد، وبالتالي الحاله دي انا ممكن اشخصها كحاله ايروجن. ابتدينا نعرف نعمل دايجنوزز اهو، وفرقنا بين الاتريشن والايروجن او الوير والايروجن. دي برضو حالة إيروجن، شايفين فرق الليفل، مش كل مش تو ستراكشر على ليفل واحد، وده الدنتين حصله كابينج عند الكاسكت. مش لازم البيشنت يكون عنده مشكلة واحدة، انت ممكن تلاقي كذا مشكلة في البيشنت. فهو الدياجنوزز بقى you must have sharp eyes and you have to listen very well to the patient، وتعمل كل الكلينيكال واللابوراتوري تيست عشان to investigate وتعرف ايه السبب، فتقدر تعمل تشخيص صحيح. مش كل الحالات بتبقى سهله في التشخيص، لا بتحتاج، في حالات بتحتاج مننا انفستيجيشنز اكتر، لكن الدايجنوزز بقى هو اللي يخلينا نقدر نحط ايدنا على السبب الاساسي للمشكله. وعلشان كده عايزين نبتدي بقى ونعرف ايه هو الدايجنوزز. الدايجنوزز هو الـ art of identifying disease by collecting data. نتيجة المعلومات اللي انا جمعتها قدرت اعرف الديزيز. ليه؟ to propose a proper line of treatment. ومش لازم يبقى proper line of treatment، ممكن يبقى preventive measure هعملها تعالج للمشكلة. فقد ما تقدر to collect data هتقدر تعالج صح. يعني مثلا في حالات بيبقى ليها نفس الكلينيكال appearance، بس you must know the underlying cause. ال underlying cause هيفرق تماما في العلاج. زي حد عنده كيرز كتير، سنانه كلها كيرز، والله ده عنده باد اورال هايجين، هو سنانه مسوسه، طب ما ندور شويه، ممكن يبقى الدايت بتاعه غلط وممكن فعلا يبقى عنده باد اورال هايجين. طب ما ممكن يبقى عنده ريديوس سليفري فلو هو اللي السبب في الموضوع ده. في كيسز انا شفتها بعيني السبب في الكيرز ريديوس سليفري فلو. طب ايه سبب الريديوس سليفري فلو؟
ممكن يبقى نتيجة لانه عنده mouth breathing مثلا، هو بيبقى mouth breather. طب ايه سبب ان هو mouth breather؟ عنده adenoid. طب ما نعالج الادينويد فيبطل يبقى mouth breather، فمبقاش عنده dry mouth، وبالتالي الكيرز مش هيبقى بالسرعة دي. ممكن يبقى عنده dry mouth نتيجة لامراض هنتكلم عليها بعد شوية، او نتيجة لانه واخد radiation، فده بيعمل destruction للسليفري جلاند. So I have to know the underlying cause، لاني لو عرفت السبب هعرف اعالج صح. patients كان جاي وعنده spacing في الانتيريور، حالة لامينيت على طول. طب ما نعرف ايه السبب. المشكلة ان هو عنده vertical dimensions فيها مشكلة، لان عنده loss of posterior teeth، فابتدى يبقى عنده كولابس، بيقفل اكتر وبيضغط على الانتيريور اكتر، فابتدى يحصل لهم سلاينج كده، يتفرقوا ويوسع المسافات اللي بينهم توسع. طيب ده مش يتعالج بلمس، ده يتعالج بان انا اريستور الاوكلوجن والسنان هترجع مكانها صح. So you must collect as much data as possible to reach the proper treatment plan. ما فيش علاج كده اشوف الحالة. وبصراحة انا بشوف الموضوع ده كتير جدا في الاسم في فيكسد هنا. دايما ما بتصدقوا ناخد البيشنت على انه بريدج، البيشنت ده بيشنت البريدج، بيشنت الفرام، ادوا نفسكم وقت اكتر شوية to reach proper diagnosis ونعرف ايه الاسباب، وهتشتغلوا البريدج وهتشتغلوا الكراون، بس you must make proper diagnosis. اول حاجة في الدياجنوزز هي الهيستوري تيكينج، والهيستوري تيكينج خطوة مهمة جدا. ممكن تعملها بطريقتين، يا اما عن طريق كويشنير البيشنت بيملاها في الريست برا، او انك انت تعمل بيشنت انترفيو. نصيحتي ليكم لازم كويشنير، لازم حتى لو هيبقى معاها بيشنت انترفيو، واي ريكومند ذس الاثنين، اعملوا البيشنت يملا لكم كويشنير وبعد كده تاخدوا الكويشنير معاكم وتقابلوا البيشنت وتتكلموا معاه. لانك لو ما عملتش الكويشنير دي فيها اسئله كتيره ممكن تبقى سكيبد او انت تنساها، او البيشنت نفسه ما يفتكرش يقولها، ما يفتكرش والله ان عنده بليدنج تندنسي، ما يفتكرش ان كانت الثايرويد فيها مشكله، ولا انت تساله. انما الكويشنير هتخليه يجاوب على كل الاسئله اللي فيها، وكمان هي ويل ساين ده كده ويل بروتكت يو ليجالي. سو لازم لازم مش بديكوا اختيارات، الهيستوري لازم يبقى بيه كويشنير، وممكن تبقى فيه انترفيو، وانا افضل يبقى فيه كويشنير وانترفيو مع بعض، ودي احسن طريقه انك تاخد بيها الهيستوري.